خمس العاب تخليك تلعب شخصية الشرير. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير مبروك عليكم الشهر. ما راح اطول عليكم، العنوان واضح جدا، ما يحتاج كل الشرح، خلونا نبدا. أول لعبة معانا هي لعبة هيتريد. تخيل انك قافلة معاك من الدوام، أو أن في شخص تكرهه وودك تقتله. هذه اللعبة فكرتها كذا، تلعب شخصية نفسية كره الدنيا وما فيها، وقرر إنه يقتل كل شخص يقابله بحارتهم، وطبعا عنده أسلحة متنوعة، ويستخدم حركات إعدام متنوعة. طبعا الشرطة تهجم عليك وتحاول تقتلك. وديك تسوق السيارات وتسوق واللعبة الثانية معانا هي لعبة Destroy All Humans اللعبة هذه تلعب شخصية فضائي غاز الأرض عشان يجمع عقول الناس ويتحكم فيهم وسيطر على العالم وطبعا راح تقدر تقتل الناس وتحكم فيهم وتحرق المزارع وتقدر الحيوانات وثالث لعبة معانا هي لعبة The Darkness 2 انت زعيم مافيا وجدت قوة ظلام تخليك تتخلص من خصومك واي شخص يعترض طريقك ومخططاتك هو فعليا ما هو شرير لكن الاشياء اللي يسويها والعواقب تخليه شرير <applause> رابع معنا لعبة معانا لعبة اوفرلورد انت زعيم الاشرار وفكرة اللعبة تكون مملكتك وتصنع جيشك من المنيونز في انواع مختلفة من المنيونز مثل الاحمر يتحمل النار والازرق يغوص في الماي والاخضر يتحمل السم اما الاصفر تحمله قوي وايضا تبحث عن عشيقه انك تشاركك قصر اللي انت راح تبنيه، اللعبه هذه جدا ممتازه وصراحه بنظري اخذت اندر ريتد في الالعاب. واخر لعبه معنا هي لعبه جود اوف وار 3 عارف شو بتقولون؟ بتقولوا لي فهد ترى كريتوس يعتبر بطل وشجاع وحنا نحبه وانا اقول لكم لا كريتوس يعتبر شرير واكثر شرير شر في اللسته هذه والاسباب اول شيء قتل زوجته وبنته ما ادري ولده وقتل عظماء وقتل اخوانه ما في شيء في في العالم حقهم هذا ما قتله. حتى اثينا اللي القوه خانها في النهايه يعني اعتبر شرير مرتبه شرف وهذه كانت اللستة الخمس العاب تخليك تلعب دور الشرير أعطونا رايكم فيها واكتبوا تحت في الكومنتس عن العاب ثانية ما ذكرناها أعطونا لايك واشتركوا بالقناة كما معكم شيحة فيكم فيديو ثاني على قناة ترو مع السلامة